بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة أيها الجزائريون أيتها الجزائريات، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عبد القادر سماري ممثل المترشح السيد عبد العالي حسن شريف. في هذه الجلسة سنحاول أن نتطرق إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول أهم مميزات برنامج فرصة الذي تقدم به السيد عبد العالي حسن شريف ممثل لحركة مجتمع السلم مترشح للرئاسيات، والأمر الثاني سنتكلم فيه لماذا يجب علينا أن نذهب جميعا إلى الانتخابات. فبرنامج السيد عبد العالي حسن شريف برنامج فرصة الذي يتضمن 62 تعهد استخلصت من قراءة متأنية ودقيقة وصحيحة للواقع الجزائري وللتحديات الداخلية والخارجية ولمتطلبات المرحلة الراهنة. في هذه العجالة لا يمكن أن أتطرق إلى كل التعهدات، ولكنني سأؤكد على أربع نقاط مفصلية لتحقيق التنمية الشاملة في جزائرنا حسب برنامج فرصة. النقطة الأولى والتي تتمثل في التوظيف الأمثل والاستغلال العقلاني للطاقات البشرية التي تزخر بها الجزائر. هذه الثروة البشرية التي ننفق عليها ملايير الدينارات والدولارات تربية وتعليما وتكوينا، ثم يستفيد منها غيرنا أو يوظفها منافسونا أو تصبح خاملة أو تحال على هامش الحياة. اسمحوا لي إذا قدمت بعض الأرقام لهذه الكتلة البشرية الكبيرة، أكثر من 200 ألف متخرج سنويا من جامعاتنا في مختلف التخصصات، أكثر من 73 ألف أستاذ جامعي بمختلف الرتب وفي كل المجالات، أكثر من 530 ألف معلم في أطوار التعليم الثلاثة، أكثر من 500 ألف متربص في مختلف الشعب في التكوين المهني، وقس على ذلك إطاراتنا ونخبنا من أطباء ومحامين ومهندسين وممرضين. ألا تستحق هذه الثروة وقفة جادة لوضع الخطط والمشاريع من أجل حسن توظيفها واستغلالها؟ ذلك ما يتعهد به السيد عبد العالي حسن شريف إن هو نال ثقتكم. النقطة الثانية التي هي مكملة لهذه النقطة وتتمثل في الاستغلال الأمثل والعقلاني والهادف والمتوازن لمقدراتنا وطاقاتنا ورصيدنا من الموارد الطبيعية والموارد المالية، والتي رغم المجهودات المبذولة طيلة هذه السنوات ما زلنا لم نستغل منها أكثر من 20%. إن هذه الطاقات الكامنة في الدولة الجزائرية تتطلب مسح شامل ونظرة متكاملة لنحسن استغلالها من أجل الجزائر وفي صالح المواطن الجزائري، وهذا تعهد آخر. أما النقطة الثالثة من برنامج فرصة فهو يتعلق بمفهوم الدولة الاجتماعية. هذا المفهوم الذي نؤمن به ونتمسك به ونترحم على شهدائنا الأبرار ومجاهدين الخلص الذين أدرجوه في بيان أول نوفمبر، ولكن الدولة الاجتماعية التي لا تعني بأي حال من الأحوال أن تكون المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعومة من خزينة الدولة، المدعومة من بأموال الشعب، ثم تستفيد منها كبرى الشركات الأجنبية المقيمة في الجزائر، تستفيد منها كبرى الشركات الخاصة ورجال الأعمال، وتستفيد منها الهيئات الدبلوماسية المقيمة في الجزائر وهيئات أخرى. تستفيد منها كل هذه الجهات مثلها مثل المواطن العادي الذي ينهي شهره يعني كما يقال عندنا بالريق الناشف حتى يصل إلى حياة كريم. الدولة الاجتماعية حسب مفهوم برنامج فرصة هي التي يكون الدعم موجه لمستحقيه من المواطنين ليعيشوا الحياة الكريمة الراغدة. الدولة الاجتماعية التي تسهر على توزيع دائرة الطبقة الوسطى، وهذا الذي يتعهد به السيد عبد العالي حسن شريف في برنامج فرصة المعروض عليكم أيها المواطنون أيتها المواطنات. أما النقطة الرابعة في برنامج فرصة والتي نتكلم عنها في هذه العجالة فهو التعهد رقم 43، والذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، والذي ينص على استحداث هيئة خاصة للتخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي، والذي يتحقق من خلاله التناغم والتنسيق بين جميع قطاعات الدولة وفق رؤية وأهداف وغايات واضحة ومدروسة.
على المدى القريب والمتوسط والبعيد بمنهجية علمية عقلانية توصل للحكم الراشد الذي نصب إليه جميعا. وأخيرا لما نتكلم عن الذهاب للتصويت يوم 7 سبتمبر هو تعبير عن حقيقة المواطنة والالتزام بها، فعملية الانتخاب بالتصويت هي حق وواجب، ونحن لا نقول للمواطن والمواطن الجزائري اذهب وانتخب فقط، بل نقول له اذهب وانتخب واحمي صوتك وحافظ عليه، وليرافقك أبناؤك وأحفادك ليتعلموا ألا يسمحوا في حقوقهم ولا يفرطوا في واجباتهم. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، إذا لم تذهب لمركز التصويت، إذا ما رحت تصوت، فاعلم بأنك فرطت في حق من حقوقك وأنك تأخرت عن أداء واجب من واجباتك. كما أن عدم ذهابك للتصويت قد تنخرط من خلاله بغير قصد وبغير قصد في متاهات كثيرة أخرى. ولذلك نقول لك أنت وأنت أيها الجزائري أيتها الجزائرية، اتكل على ربي وروح تصوت واسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.